مرحبا بكم في كويزين عفاف. اليوم باش نعملكم طاجين بالتارت، نجمو تشريوهم حاضرين او تعملوها في الدار. بات هذه اعطيت احكارها في طاجين سيليكون، تنخلي لكم الرابط في اخر الفيديو. باش نعمل حطيته في الفريجيدير تحته، ومن بعد كادي خرجتها باش نخدم بها. نقص بالطريقة هذه باش نصنع الفون دو تارت. هذا الاولاني، ناخذ العجنة بالطريقة هذه، نحطها على القالب، اي قالب عندكم. نقبها شوية، نحطها هكا طيب فارغة اللي على 180 درجة لمدة 20 دقيقة، وبعدها نحيها من البياسات وخليها طيب هكا حتى لين تاخذ الفورمة هذية. هذو ما طيبتهم، ما باطهمش نحط فيهم الحشو، نرجع لكم وقت اللي مش نعمل الحشو. للتارتوليت هذية حضرت اسكالوب طيبته كالعادة، صدر دجاج اسكالوب دو بولي أبوبريا 300 غرام، حطيت عليهم جبن مثلث اللي تراو فيه هكا بزيت، معدنوس بيض مالح وجبن نوع آخر اللي تحبوه، جبن تحبوه ريكوتا تحبوه موتزاريلا. في مرحلة أولى مش ندخل جبن هذايا، حطيت رشة فلفل أكحل، طيبتوا الدجاج بالبصل، حطيت فيه الكركم، شوية كليل، شوية ملح، شوية زعتر، شوية بسباس. طاب هو قصيته، باش نحط مع النوس شوية مالح، جبن هذا جبونة تحبوا اللي تحبوا اللي يعجبكم في الجبونة. باش نبدأ نضيف في العظم، الطرطولات هذوما خدمتهم صيي حضرتهم. طبعا مش نحط الحشو، نواصل التعبية، نرجع لكم بعد ما نطيب. باش نطيب على 180 درجة 15 دقيقة ونتفقد، خاطر تاو الباتس ديجا قريبة تطيب.